للمرة الرابعة على التوالي تقام ورشة عمل حول مشروعات البحث والابتكار بتنظيم الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمسرح المعهد العالي لتقنية الفنون بزاوية الدهماني، وبحضور لفيف من المهتمين والمختصين بالتعليم التقني والفني. تخللت الورشة عروض مرئية توضح كيفية تقديم المشروع أو البحث عبر الموقع المحدد لهذه المشاريع، وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية. دورنا هنا في الورشة هذه هو عملية تسهيل تواصل الطلاب والبحاث والمنظمات اللي هي اللي قصد القطاع الخاص والعام في كيفية التواصل مع الاتحاد الأوروبي وكيفية تسهيل تقديم ابحاثهم لكل هذه المرتبات حتى تنال الرضا، وان شاء الله نتمنى من تقبل كل الافكار اللي تقدم وتنال الدعم الاتحاد الاوروبي. تقديم المقترحات سيكون من قبل لجنه من الخبراء المتخصصين المستقلين، ويتم اختيار افضل مشروع. ودعا منسق مكتب الجامعه للاستشارات الهندسيه جميع من لديهم الرغبه والاهتمام الى التسجيل والاسراع في تقديم مقترحاتهم لدعم هذه المشاريع. الآن الفترة اللي احنا بصددها من 2018 إلى 2020، وهي فترة مخصص لها 30 مليار يورو للأبحاث، ومن هنا نزيد ندعو كل المختصين وبالذات الشباب وطلاب الدراسات العليا للمشاركة في مثل هذه الدراسات والأبحاث لما فيها من استفادة وفيها عملية نقل التقنية، وخبراء الاتحاد الأوروبي مستعدين للمشاركة في التدريب ورفع كفاءة الخبراء الليبيين أو البحاث الليبيين. جاءت هذه المبادرة بحسب القائمين عليها نتيجة لقلة مشاركة الأبحاث الليبية، بالإضافة إلى نشر ثقافة تقديم الأبحاث والمشاريع في ليبيا ودعمهم وتدريبهم من خلال الاتحاد الأوروبي.